أتتني رسالة في هذا اليوم قبل أذان المغرب، قالوا هذه آخر جمعة من رمضان، قالوا هذا حديث جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قابلت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في آخر جمعة من رمضان، فقال: يا جابر، هذه آخر جمعة من رمضان، فودع رمضان. قال: ماذا أقول؟ قال: قل: اللهم لا تجعله آخر العهد من صيامنا، فإن كان آخر العهد من صيامنا فاجعلني مرحوما ولا تجعلني محروما، فإنك إن قلته ظفرت بإحدى الحسنيين، إما بلوغ رمضان القادم أو بمغفرة الذنوب ورحمة الله. هذا لا يوجد في أي كتاب من كتب السنة. تصفحت في الأنترنت فرأيت هذا الحديث موجود في منتديات الرافضة، ونحن نسوق للأسف. إلى متى؟ يعني لا ترسل شيئا. أنا نصيحتي لك من هذا المقام لا ترسل شيئا إلا إذا سمعته من شيخ في مقطع بصوته. المكتوب لا ترسل إلا إذا سمعت شيخا يوثق في علمه وسمعته بأذنك من خلال هذا المقطع، فأرسله حتى تنتفع وتنفع غيرك.